السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنسهر مع بعض بقى الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، زي يا جماعة الدورة بتاعتنا. طبعا احنا غيرنا العلف، غيرنا طبعا من بدل النامي، المفروض العلف بيتغير على عمر 15 يوم، فاحنا خلاص غيرنا بقى الحبة اللي باقيين خلاص خلصوا. فاحنا النهاردة إن شاء الله بدأنا ان احنا نغير لهم زي ما انتم شايفين كده، هما بسم الله ما شاء الله. يعني انا كنت بقول مش هياكلوه، بس ما شاء الله يعني ساعة ما حضرتهم بدأوا ان هما ياكلوه. اهو ده يا جماعة، يعني يمكن هو خشن بس يعني ناعم شوية. هو المفروض كل ما باجي اغير كنت بحط لهم اللي هو المفتت علشان يرضي ياكلوه، بس النهاردة بقى حطيت لهم اللي هو اللي خشن شوية. برضه هوريه لكم اهو. دي يا جماعة بصوا اهوت، هو يعني ايه، هو المفروض نامي بس يعتبر كده ناعم شوية على الان اللي كنت بجيبه قوي، او يمكن يعني يعتبر مقارب للمفتت بس هو مش مفتت. بصوا الحبات بتاعته حلوه ازاي، ينفع الفتت ياكلها عادي. يعني انا اول ما حطيتها قلت هو هيغضب عليها ومش هياكلها، بس بسم الله ما شاء الله بياكل فيها حلو. تمام. فاحنا دلوقتي بقى الناس اللي هي لسه ما غيرتش العلف يا جماعه تجيبوا تغير دلوقتي، فده كويس جدا لهم بقى علشان اللي العلف النامي في الفتره دي بيبقى احسن للفرخ. فالنهارده برده هعمل وصفه كويسه لهم علشان طبعا حاسه ان هم بردانين والجو برد عليهم، هعمل لهم وصفه كويسه جدا. فخدوا بالكم يا جماعه، لان فعلا الايام دي الجو برد جدا جدا بصراحه. يعني الجو اصلا احنا كبار مش طايقينه، فخدوا بالكم. الناس اللي هي بتحط الفراخ بتاعتها على السطوح او في عشش فوق، فلازم يكون التدفئه تكون عاليه جدا في اليومين دول، على ما ان شاء الله ربنا يسهل بقى. يمكن الاسبوع الجاي يعني الجو يبدا ان هو يظبط شويه، فاحنا بس بنحاول ان احنا بالرغم من ان انا حطاهم في قلب الصندوق وحاطه لهم طبعا اللمبه اللي هي اللي انتم شايفينها ديت، بس تحس ان الفراخ برده كمشانه شويه لان انا ما بقفلش عليهم قوي. فعلشان كده انا عملت لهم النهارده وصفه كويسه جدا، علشان طبعا لو في طشمه، هو الحمد لله ما فيش طشمه ولا حاجه، وما شاء الله يعني يعتبر برده اللي ما شاء الله الاوزان حلوه. شايفين الفراخ ما شاء الله يعني كويسه، هي طبعا كلها يعتبر المقاسات، المقاسات يعتبر مقاسات واحده، يعني الحمد لله ما فيش لا فرخ كبير ولا فرخ صغير. فبصوا بقى انا عامل لهم النهارده ايه، جايبهم كده الاول، هحط لهم النهارده بقى شويه ميه دافيين كده، لان الجو برد ما ينفعش ان انا اجيب ميه يعني من حنفيه كده على طول، فعشان كده دفيت لهم شويه ميه اهو. انا هنقصها شويه كده علشان ايه، لسه برده بارده، لان انا كنت مسخنه لهم ميه. زودنا بقى كده ايه، ميه سخنه كده كده اهو، عشان تبقى دافيه كده على الفرخ. هقول لكم برده انا عامله ايه، علشان عملت لهم وصفه كويسه جدا، يعني عملت حاجه كده زي مضاد حيوي. بصوا هي الميه كده بقت حلوه قوي، لان اصلا الميه بتبقى نازله من الحنفيه بتبقى عامله زي الرصاص. بصوا بقى انا غليت لهم ايه، شوفوا ديت عملت لهم ايه. ده طبعا يا جماعه بصوا، لو انت لاحظتوا معايا هتبصوا تلاقي في قطع توم اهو، شايفين التوم؟ إيه، جبت كده ثلاث فصوص توم، ثلاث فصوص توم اهو. بصوا التوم اهو باين اهو، وده طبعا معاه قطعه من الليمون. جبت هنزل كده الليمون علشان التوم يبان اهو. ده التوم، توم مضاد حيوي. جبت ثلاث فصوص كبار حلوين كده، وجبت ليمونتين، خدت القشر بتاعهم غليت القشر بس، اما الليمون ما غليتوش لان ما ينفعش ان انا اغلي الليمون ذات نفسه. غليت لهم بس القشر التوم، وحطيت مع القشر الليمون وفصين التوم حطيت عليه معلقه قرفه عشان لو في مشاكل تنفسيه ولا حاجه. اما بقى الميه بتاعت الليمون اهي، بصوا ده ميه الليمون اهي يا جماعه اهي، هحطها مباشر كده على طول على الميه بتاعت الشرب بتاعها. اما بقى اللي انا غليته دهوت، عملت مضاد حيوي طبيعي كويس جدا جدا، دي احسن حاجه تعملها للفراخ. هاخد نص الخلطه، انا عملتها طبعا على كوبايه ميه، هاخد كده حوالي نص كوبايه، نص الخلطه اللي انا عملتها ده اهي، النص الباقي دهوت هعمله لهم في سقوه ثانيه. ده دلوقتي كده احسن مضاد حيوي انا عملته للفراخ، علشان لو في برد في طشمه مش مشكله، كانت هتقع. لو في برد في طشمه او في اي حاجه ده بيبقى كويس جدا له. تمام اهو، نحط لهم دلوقتي كده بقى يشربهم، بس اهم حاجه اكون معطشه الفراخ قبلها بشويه.
دلوقتي بقى الفراخ ما شاء الله كلها بدات ان هي تاكل وتشرب، وده احسن حاجه ان احنا ممكن نعملها للفراخ. بصوا يا جماعه ده احسن وصفه ممكن انت تعملها لها في الوقت ده بالذات. دلوقتي يا جماعه كده بقى انا هسيبهم ياكلوا واشربهم، بس اهم حاجه عايزه اقول لكم عليها في اليومين دهما، خدوا بالكم من الاسهالات، وخدوا بالكم لازم تكون الفرشه نظيفه تكون جافه تحت منهم. ما ينفعش ان انا اسيب الفرشه مبلوله والجو يكون باب ده، يعني انا المفروض بس يعني فتحت الباب علشان انا بصور، فتحس ان هما كمشانين. ده الباب بتاعهم اهوت، عشان بس يا جماعه انا هوريكم، عشان انا افتكرت دلوقتي ان في حد كان بيقول لي مش هينفع اصور الصندوق. ده الغطا بتاع الصندوق اللي انتوا شايفينه واقف هناك اهوت، ده غطا الصندوق، وده الصندوق ذات نفسه اهو، هو مفتح كده من كل جهه، هصور لكم من جوه برده اهو. بصوا هو من هنا يا جماعه اهوت في فتحات، يعني في تهويه، ونفس الشيء برده ومن الجناب اهو، وفي القبل برده نفس الشيء. هو الصندوق دوت يعتبر كام؟ متر ونص، متر ونص في 75 سنتي. ده باجي منين؟ علشان يعني الاسئله بتيجي كتير. ده باجي يا جماعه من عند اي حد بيتاجر في موتوسيكلات، ده بيجي فيه قطع غيار، يعني بتيجي الموتوسيكلات في قلب الصندوق دوت عباره عن قطع غيار، وتيجي برده بتتركب هنا. فالصناديق ديت بعد ما بيشيلوا منها الحاجات يعني فبيبيعوها، يعني ملهاش اي لازمه. هي معموله من الابلكيشن التخين، يعني هي سمكه تخين حلو، ده ممكن تقعد عندك بالسنين تربي فيها احسن من الكراتين. كنت جايبه الصندوق دوت ب 75 جنيه، بس هم بصراحه يعني هم يستاهلوا، هو يعني هو يستاهل 75 جنيه، بس هم بسم الله ما شاء الله بيبقوا كويسين جدا. بتحضنا فيه فراخ، بتحضنا فيه بط، اي حاجه بتبقى حلوه جدا في قلب هنا. الصندوق ده سهل جدا، يمكن ده اللي مخليني يعني الحمد لله الموجه اللي هي موجوده الايام ديت مخليها محافظ الصندوق دوت مخليها يعني ان هو بحافظ على الفراخ وكده. انا سايباه لسه لغايه دلوقتي، وحاطه له اللمبه زي ما انتم شايفينها اهيت، وبغطي نص الصندوق وبسيب نصه مكشوف علشان نفس الفراخ طبعا. الحمد لله ان هو اصلا يعني اديله كرتونه مش هتبقى يعني ما كانتش هتفضل سليمه لغايه دلوقتي، بس هو كمان خشب وكده، وبفرش فيه فرشه وبحط فيه الشاره، بيبقى سهل يعني التنظيف فيه وكده. فده احسن حاجه يعني بالنسبه لي. ان شاء الله على ما الموجه دي بس تعدي بسلام كده هنقوم مطلعينهم فوق على السطح. طبعا يعني كل ما بتوسع الفرخ كل ما بيكون احسن، بس هو يمكن اليومين الجو دولت البرد الشداد قوي دولت اللي يمكن مخليني ان انا مش عارفه ان انا اطلعهم بقى دلوقتي. كده خلصنا يا جماعه، بس ان انا حبيت ان انا اوريه لكم علشان كان في حد قال له نبي مش يعني حاولوا ان انتوا تصوروه لنا، مع ان انا صورته كتير يعني، بس في ناس لسه بتخش القناه جديده وكده فحاولت ان انا اصوره لكم. ده يا جماعه كان الفيديو بتاعنا النهارده، وده كانت الوصفه اللي احنا عملناها للفراخ علشان طبعا البرد، وطبعا غيرنا العلب زي ما انتم شايفين. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايكات للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.